أشكل علي قول بعضهم عن الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وذلك أن الرياح تطلق للطيب من الهواء. ما ثبت الحديث، ما ثبت هذا. الرياح والريح بمعنى واحد، ترسل بالخير وبالشر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا. شوف، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم، كذلك الريح تكون طيبة، إذا ركب بريح طيبة وفرحوا بها، ريح طيبة سماها الله طيبة ريح، فتكون الرياح والريح بمعنى واحد، تكون طيبة وتكون غير طيبة. نعم، وجرينا بهم بريح طيبة. نعم.